بالنسبه لليدام كديروا على حساب كل واحد شنو كيبغي، كاين اللي كيبغيها اليد اكثر من هكا. انا كنخليها حتى كتبات لان كتطلق الزيت، وكنشوف بالنسبه لهذا راه مزيانه ما راهش حرشه وما كتلصقش في الحلق. السلام عليكم، في هذا الفيديو غنقدم لكم سلو ولا سفوف، حنا معروف عندنا بالزميطه. تابعوا معايا الفيديو الاخير. كنحتاج انا في المقادير عندي هنا 3 ديال الزليف ديال الطحين، 750 غرام حمرته في الفران، عندي هنا 250 غرام ديال القمح، عندي هنا زلافه حتى هو حمرته في الفران. بالنسبه للقمح كنستعمل هذا، خديت هذا القمح الواجد غربلته واحد 3 ديال المرات وحمرته في الفران. نردوا البال بالنسبه للقمح والطحين كنحمروا على نار مهيله بزاف، وبالنسبه للتحمر ما نحمروش بزاف، فاش كنحمروه بزاف كيعطينا المذاق ديال المروره. عندي 250 غرام ديال الجنجلان، شويه خليته هكا. بالنسبه للجنجلان كنغسلو وكنحمرو في الفران، شويه كنخليه بحال هكا وشويه كنطحنو. عندي هنا 250 غرام ديال الكاوكاو، خديت هذا حمرته في الفران، كنحيدو القشره ديالو كنحيدها وكنطحنو. عندي هنا 250 غرام ديال اللوز، هو هذا خليته بالقشره ديالو. بالنسبه للمقادير شويه كنطحنو هكا معجن وشويه كنخليه هكا مهرمش. عندي هنا 250 غرام ديال اللوز اللي كنحيد له القشره ديالو، هذا قليته في الزيت. بالنسبه للوز المجموع عندي 250 غرام 250 غرام 500 غرام. عندي هنا معلقه ديال السمن، معلقه ديال القرفه، معلقه ديال حبه حلاوه والنافع. عندي هنا صاشيه ديال الفاني، صاشيه ديال كاكاو المر ديال الشكلاط غبره، الا كان عندكم كوبيل كيكون احسن. عندي هنا 250 غرام ديال السكر كلاصي، كتقدروا تزيدوا ولا تنقصوا على حسب الذوق ديالكم، على حسب الحلاوه كل واحد شنو كيبغي. عندي هنا شويه ديال الملحه، عندي زيت الزيتون باش غادي نجمع الخليط، وعندي هنا شويه ديال الكوزه غادي نحك شويه ديال الكوزه، وعندي هنا شويه ديال المسكه الحره اللي غادي نطحنها. كنضيف الملحه تقريبا واحد 3 غرام كميه قليله، كنضيف المسكه الحره، كنضيف شويه ديال الكوزه اللي حكيتها، كنضيف القرفه، حبه حلاوه والنافع، هذا الجنجلان كنخليه حتى للتالي، كنضيف ساشي ديال الفاني، كنضيف سكر كلاصي، كنضيف هاد الساشي ديال الكاكاو المر ديال الشكلاط. إلا كان كوبيل حسن كدير واحد المعلقة. كنضيف المعلقه ديال السمن، كنضيف القمح. كنضيف اللوز، كنخلط هاد المقادير هادو. باش كيتخلطوا لهاد المقادير مزيان كندوزهم في الغربال، الا كان غربال غلا احسن.
كنحل هاد الكره تاع هادو. هكا كنستمرت كنكمل الكميه كامله بهذه الطريقه. هذه كنخلط القوام وكنخلط كلشي صافي. وكنبدي كنرمي الزيت. بالنسبه لزيت الزيتون اللي كنستعمل كنستعمل زيت الزيتون اللي كنطيب بها، ما كتكونش مجهده بزاف وما كتكونش مره، كتكون حلوه. بالنسبه للخليط هذا كنبقى ناخذ غير بشويه بشويه باش كاع تخلط لي. كنبقى نزيد الزيت كنستمر هكا حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي صافي. بعد ما جمعتها كامله، بالنسبه للزيت انا خدالي تقريبا كاس ونص ديال العنبه ديال الزيتون. وبالنسبه للدم كديروا على حساب كل واحد شنو كيبغي، كاين اللي كيبغيها مهدمه اكثر من هكا. انا كنخليها حتى كتبات لان كتطلق الزيت. وكنشوف بالنسبه لهذا راه مزيانه، ما راهش حرشه وما كتلصقش في الحلق صافي. بعد ما خلطتها كامله كنضيف في الاخير داك الجنجلان اللي خليت، كنضيف شويه ديال اللوز. بالنسبه للدم كل واحد كيدير داك الشيء اللي بغى، كل واحد على حسب الذوق ديالو. كتقدروا تزيدوا ولا تنقصوا على حسب كل واحد شنو كيبغي. بالنسبه ليا كنخليها حتى كتبات لان حتى هاد القوام كيطلق مزيان فاش كيبات وكتذوقوا. بالنسبه للحلاوه ما كتجيش هاد تقريبا هاد الكميه هادي اللي درت ديال السكر كلاصي، ما كتجيش حلوه بزاف. كتقدروا تنقصوا اللي ما كيبغيش الحلاوه، واللي كيبغي الحلاوه كيزيد. وكتذوقوا ثاني على حسب القرفه بغيتوا تضيفوا ولا صافي. هذاك هو القياس. بالنسبه ليا انا عطيتكم القياس بالضبط اللي كندير. كنعبر انا كنعبر بالميزان صافي. راه عندي واجده صافي. هذه هي النتيجه ديال الزنبطه ديالي فاش دلكتها مزيان. كتزيد مازال كتطلق الزيت، غادي تبات وغادي تطلق واحد الشويه. اللي بغى يضيف شويه ديال زيت الزيتون كيضيف. هذا هو القياس ديالها صافي. كديري لها هكا كتجمع. بالنسبه للكميه اللي كتخرج لهاد الكميه اللي درت، كميه اكثر من 2 كيلو، كميه كافيه. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ كنديرها غير في البواطه وكنخليها غير على برا، ما كنديرهاش في المجمد وما كنديرهاش في الثلاجه. كتبقى عندكم حتى لكثر من 6 شهور كتبقى مزيانه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كنقول لكم سلامات، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.